شوف يا أخي العقليات بتاعة البشر، مشاهد كتيرة لأول مرة بنشوفها في دبي، في مدينة دبي الإماراتية اللي كان بيقول عليها المذيع سنة 51 دبي. الحقيقة هبت عاصفة شديدة جدا ومعها أمطار وسيول وفيضانات غرقت مدينة دبي وتسببت في غرق الشوارع والطرق وانجراف السيارات، ودي صورة أول مرة المنطقة دي تشوفها، لدرجة أنها شفت فيديو لنفق عربيات مسدود بالكامل بالمية. مطار دبي نفسه مبقاش فيه حتة اسمها مطار. خلينا نشوف المشاهد دي لغرق مدينة وشوارع دبي. صباح ما بعد العصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يأجر الناس كلها في مصابة. لا حول ولا قوة إلا بالله. المنظر هذا يا جماعة مش طبيعي. تخيلوا هذا نفق. هي نعم نفق للسيائر. شوفوا الماي لين وين واصل، وتحت شيء عدد كبير من السيائر تحت النفق. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa Dubai Mall. حتى مطار دبي نفسه، المطار والصلاة السفر والطيارات كلها غرقت. المشاهد صعبة فعلا، وعشان كده هاشتاج دبي الآن تصدر منصة إكس، مشاهد رعب وكأنها فيلم هوليودي. ده اللي كتبه الصحفي اللبناني جمال شياب، وقال مشاهد جديدة لفيضانات دبي وتزهر المدينة وكأنها في مشهد رعب هوليودي.
بلا أضواء ولا ألوان تفتقد ضجيجها وحركة سكانها. فعلا مشاهد صعبة ومثيرة يمكن ما حصلتش من سنين في الإمارات. لكن الغريب في الموضوع أن السوشيال ميديا انقسم ما بين شامت في الإمارات بسبب دور محمد بن زايد التخريبي في البلاد العربية، وما بين متعاطف مع أهل الإمارات بعد الكارثة الطبيعية اللي حلت عليها دي. النشطاء بعضهم الحقيقة، ودي مشكلتنا احنا ولاد العرب والمنطقة العربية، فجأة نحيل الأمر إلى أنه رسالة إلهية. ده ما كتب عمرو، كتب بيقول الإمارات الآن بلد تطور، بلد تطور تغرق الآن، رسالة إلهية تحذيرية سريعة موجهة لدبي ودويلة الإمارات، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. حقيقة أنا بس عايز أقول الأخ ده يعني 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 التفسير ده والاستشهاد بآيات من القرآن الكريم في كارثة زي دي مش محله، لأنه لو هو القصة كده تم تل أبيب تتضرب. إيه رأيك، هي دبي ولا تل أبيب؟ لا تل أبيب. تم لاس فيجاس نفسها بقى تتضرب بالمرة. يعني لو القصة أمطار وزي ما أنت استشهدت بالقرآن كده، ما تل أبيب ما نشوفهاش الصبح. يعني حالة الشماتة اللي ظهرت على السوشيال في الإمارات، البعض ربطها بسبب إنها طبعت مع إسرائيل، زي ما كتب تريم اللي قالت غرق بعض المناطق في دبي ومنها إحدى المطارات، يذكر أن الإمارات أو يذكر أن الإمارات أحد الدول الأقوى اقتصادا في المنطقة، كانت قد طبعت مع الكيان الصهيوني مقابل لا شيء. الأمطار الغزيرة والفيضانات دفعت الناس إنها تتنقل في الشوارع بمراكب خشب. في بقى نشطاء اعتبروا الفيضانات دي انتقام من ربنا لدعوات ملايين الدول العربية اللي طالهم الأذى والخراب من حكام الإمارات، زي صاحب الحساب ده اللي قال لك أنا على يقين، ده بقى مش أي حاجة بقى، إن اللي حصل في الإمارات من الأمطار الغزيرة وتحول الأحوال الجوية هو جزء من جنود ربك المنتقم الجبار، وقبول لدعوات الملايين من ليبيا والسودان وفلسطين ومصر اللي اتضرروا من حكم الإمارات الفاسد وتدخلهم في خراب بلادهم ونهب وقتل وسرقة ممتلكاتهم. بعض النشطاء قالوا لرئيس الإمارات مش كنت وفرت فلوسك اللي صرفتها على تدمير بلاد الآخرين للبنية التحتية في بلدك؟ زي صاحب الحساب ده بيقول أرأيت لو وفرت أموالك لبنيتك التحتية بدل فتنة الناس؟ أرأيت لو ادخرت أموالك في تهيئة بلدك بدل تدمير بلدان الآخرين؟ أرأيت لو أخذت العبرة واتعظت بعد ما شاهدت عظمة بطش الله وأخذه الأليم الشديد؟ في مقابل حالة الشماتة والفرح في اللي حصل في دبي، كان في حالة استنكار من الشماتة دي، زي صاحب حساب راجي عفو الله اللي قال مش فاهم الحكمة من الشماتة في سكان دبي والإمارات عموما في سقوط أمطار غزيرة وتكدس العربيات بالمية وتساقط اللوحات واليوفط على رؤوس الناس. الناس العادية ملهاش علاقة بسياسة الإمارات الخارجية، دول مواطنين أو مقيمين عاديين موظفين زينا كلنا بيجروا على أكل عيشهم واتضررت عربياتهم. كتير من النشطاء اتعاطفوا مع الشعب الإماراتي في مواجهة كارثة السيول، زي ما كتب الصحفي محمد النجار اللي كتب وقال قلبي مع شعب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كارثة السيول، وللحقيقة هم قادرون على التخلص من آثار كارثة السيول الأكبر من 75 سنة في يومين. أما أسلوب الشماتة في أزمات الشعوب الأخرى وكوارث الطبيعة، فمن يفعل ذلك مرضى يحتاجون للعلاج. وزي ما كتب كمان حساب صاحب الحساب ده أو كتب ده، في نشطاء في الإمارات كتير نشروا فيديوهات لعودة الحياة الطبيعية في أماكن كتيرة اختفت منها مياه من الأمطار وعادت الحياة فيها لطبيعتها. فين بقى الأمطار وساء مطر؟ فين الحاجات؟ النشطاء الإماراتيين دافعوا عن بلدهم واعتبروا أن اللي حصل دي ظروف استثنائية وأن الجهود الحكومية تمكنت من مواجهتها، زي ما كتب صاحب الحساب ده الإمارات محفوظة من رب العباد ومرت بحالة جوية استثنائية، ومن الطبيعي جدا تراكم المياه بسبب شدة الأمطار وغزيرتها، وفي المقابل استمرت
جهود الجهات الحكومية المعنية وفرق العمل الميدانية في القيام بواجباتها للحد من الأضرار المتوقعة، وبدأت ولله الحمد عودة الأوضاع إلى طبيعتها، فكل الشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية التي عملت على مواجهة تأثيرات المنخفض الجوي، ولا عزاء للحاقدين والشامتين. ومنهم اللي استنكر إزاي نصف الأمطار بأنها عتاب إلهي، واعتبروا أن الأمة لن ينصلح حالها بالشماتة، وده اللي كتبه ضياء. كتب وقال: دبي الآن تستغرب، وحاطت صورة يعني، لما تشوف ناس تصف أمطار خير ورحمة بأنها عذاب وعقاب إلهي. خلال 12 ساعة فقط عاد كل شيء لطبيعته. حالها الأمة ما راح ينصلح طول ما احنا جاهزين نشمت ببعض. ولكن بين الشامتين والمتعاطفين في الرأي العلمي في الفيضانات والسيول، والرأي ده وجدناه عند الدكتور عصام حجي العالم المصري في وكالة ناسا، اللي كتب تغريدة علمية بيقول فيها: قد يبدو الأمر غريبا، ولكن علميا السبب الأول للوفيات في الصحراء ليس العطش وإنما الغرق. سيول اليوم في الإمارات وعمان تذكرنا بهذه الحقيقة، وأن هذه المخاطر ستزيد في العقود القادمة، بينما يتناقص عزمنا على دراستها. بحثنا المنشور اليوم يشرح العوامل المناخية والنفسية التي تؤدي لزيادة حجم هذه الأضرار في الصحراء. أهمها هو قلة الأبحاث وإنكار وجود هذه الظواهر في الأساس، ومن هنا رفض التعامل بجدية مع الدراسات إن وجدت، ومع تعليمات السلامة التي في الغالب لا تجد مساحة كافية للنشر والتوعية في الإعلام. حفظ الله الأخوة في عمان، في عمان والإمارات. الحقيقة إن إحنا نستشهد بالقرآن ونجيب آيات ونحطها على ظاهرة جوية وعدت وخلصت بهذا الشكل الرخيص مش حلو. إن إحنا نشمت في شعب كامل لمجرد إن اللي بيحكموه خونة ومطبعين مش حلو، وإلا ناس كتيرة ممكن تشمت في المصريين لأن بيحكمهم جعر، مش منطق. ولو دي ضربة من ضربات ربنا المعروفة اللي وردت في القرآن الكريم، تم الأولى كانت تيجي في تل أبيب أو تيجي في حتة صعبة، إنما في دبي. نختم معاكم ترند بالمشهد اللطيف ده من وسط السيول والفيضانات اللي ضربت دبي، وهي عملية إنقاذ قطة كانت عالقة وسط المية ومش عارفة تعمل إيه، لغاية ما حد جه وأنقذها.